بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز في كونفرنس ليج في اوروبا ليج. لازم تدور على ايوب الكعبي، شوف ايوب الكعبي عمل ايه النهارده. ايوب الكعبي يقود فريقه اولمبياكوس للفوز على سبورتنج براغا امين الوزاني 3-0. نعم صديقي العزيز، ايوب الكعبي قدهم ازاي، سجل هدفين بجد يا صديقي. طبعا يا صديقي العزيز، ايوب الكعبي سجل هدفين، وانت عارف ايوب الكعبي ما رحمش حد على الدغري. ابراهيم ايوب الكعبي مع اولمبياكوس اليوناني، ابراهيم محترم جدا 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 صديقي العزيز. لازم نتكلم على ان ابراهيم الكعبي مع اولمبياكوس هو فارق كتير مع الفريق وهم فارقين معاه. دي من اشرس النسخ اللي ممكن تتفرج عليها لايوب الكعبي في مسيرته كلاعب كوره، مع احترامي لاي نسخه تانية من ايوب الكعبي، بس نسخه ايوب الكعبي اولمبياكوس نسخه محترمه جدا 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 لايوب الكعبي. ايوب الكعبي في سن 30 سنه واحد من اشرس المهاجمين اللي ممكن تتفرج عليهم مع فريق اولمبياكوس. طبعا لازم تتكلم على ان ايوب السنه اللي فاتت اضاف لاولمبياكوس كتير جدا لدرجه ان هو خلى اولمبياكوس بطل الكونفرنس ليج دوري المؤتمر الاوروبي اول مره في تاريخ الانديه اليونانيه انها تاخد بطوله اوروبيه. كان ايوب الكعبي هو الون مان شو طول البطوله. النهارده ايوب سجل هدفين، ايوب الكعبي سجل هدفين، قدر ايوب الكعبي يسجل الهدف الاول في الدقيقه 45، قدر الهدف يسجل الهدف الاول في الدقيقه 45 وكمان الهدف الثالث في الدقيقه 59. بس الهدف الثالث ده رايق، ايوب الكعبي راح ضغط على الجون والحارس بصاها اتقطعت من لعيبه اولمبياكوس. ايوب الكعبي خد خطوتين لورا، زميله لعب له بالعرض، خلاص خلصانه. الموضوع سهل جدا وبسيط. ايوب الكعبي حاليا اللي هو بجيب جون وانا سايب ايدي، بعلم اخويا امين الوزاني طريقه تسجيل الاهداف. سمعنا ان امين الوزاني عنده مشكله مع فريق سبورتنج براغا فبنعلمه، احنا بنعلم امين الوزاني ادينا حاجه للمستقبل. الموضوع بسيط يعني، الاهداف مش محتاجه كل الخناقات اللي انت بتتكلم فيها دي. اتفرج على ايوب الكعبي كل سلاسه وكل اريحيه وكل هدوء، اللي هو عاش يا ايوب والله. لا لا بصراحه عظمه بيقدمها ايوب الكعبي في المستوى اللي عليه دلوقتي، فوز مستحق. طبعا شفنا تواجد اسماعيل الغربي، اسماعيل الغربي وجوان حجام، لا غيتان اللي هو غيتا اسمه ايه، رفيق جويتان ده الجزائري اللي هو كان بيقول لك لمؤاخذه ان انا اختار الجزائر على حساب المغرب، كان قاعد بيتفرج على ايوب الكعبي وهو بيخلص الماتش. نزل الوزان، نزل امين الوزان ونزل اسماعيل الغربي. اولمبياكوس بيفوز 3-0 وبيرتفع رصيد اولمبياكوس لثلاث نقاط، لان اولمبياكوس المباراه الاولى خسرها، يعني اولمبياكوس المباراه الاولى خسرها من اولمبيك ليون 2-0. فالف مليون مبروك ليه اولمبياكوس وكل مشجعين اولمبياكوس اللي بيحب ايوب الكعبي. احنا نشجع اولمبياكوس ليه؟ بنحب الزيتون اليوناني مثلا؟ لا والله احنا بنحب اولمبياكوس عشان خاطر ايوب الكعبي بيقدم مستويات عظيمه مع الفريق. الف مليون مبروك، وان شاء الله باذن الله ايوب الكعبي في نهايه البطوله يكون هو هداف البطوله، وان شاء الله باذن الله لو كملوا ادوار لو كملوا لحد النهايه، ونتمنى ان اولمبياكوس يكمل لحد النهايه لاجل ولدنا ايوب.